الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب أداب المجلس والجليس، قال في آخر هذا الباب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. في هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يجلسون في المجالس ولا يذكرون الله تعالى أنهم يقومون عن مثل جيفة حمار، وهذا مثل سوء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتجنب المسلم مثل هذا العمل. فإذا كان في مجلس فعليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى مطلق، أيًا كان هذا الذكر لله سبحانه وتعالى فإنه ينفي مثل السوء عمن جلس في هذا المجلس. فلو ذكر الله عز وجل بالتهليل أو بالتكبير أو بالتحميد أو بقراءة القرآن أو ببيان حكم مسألة أو بتدارس آية ونحو هذا الذكر فإنه داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله عز وجل في المجالس، وما أكثر الغفلة التي تكون في المجالس عن ذكر الله سبحانه وتعالى. بل إن بعض الناس إذا ذكرهم أحد بذكر الله عز وجل ضاقت صدورهم، يقول: ما جئنا إلى هذه المجالس من أجل الحديث والذكر، وإنما جئنا من أجل الدنيا ونحو هذا الكلام. ولكن على كل حال، على المذكر الذي يذكر في هذا المقام ألا يطيل، فيراعي أحوال الناس، فيتكلم بكلمة مختصرة أو ببيان حكم من أحكام الشرع ولو دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث. المهم ألا يخلو هذا المجلس من ذكر الله، وألا يخلو من فائدة تذكر في هذا المجلس، حتى لا يكون له مثل السوء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إلا قام عن مثل جيفة حمار، والعياذ بالله. قال: وكان لهم حسرة، يعني كان هذا المجلس الذي يجلسونه ولا يذكرون الله فيه حسرة عليهم يوم القيامة، حسرة عليهم يوم القيامة، لأنهم ضيعوا أوقاتهم الثمينة في غير ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو مجلسه من ذكر الله عز وجل، فإما أن يذكر الله سبحانه وتعالى هو لنفسه كما عدله الصحابة في المجلس الواحد أنه يستغفر الله عز وجل أكثر من 100 مرة، ويذكر الصحابة ويعلمهم الدين ويفقههم فيه، فهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في مجالسهم، لم تكن مجالس دنيا وإنما مجالس يذكر بالآخرة. ولا يمنع أن الإنسان يتكلم في أمور الدنيا والمباحات، ولكن كما ذكرنا لا بد أن يكون فيه شيء من ذكر الله عز وجل. قال: وعنه، يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما جلس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث فيه زيادة على الحديث السابق: أولاً الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس من السنة كما دل عليه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه، فنص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في المجلس، تقول: اللهم صل على محمد، أو تذكرهم: صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من السنة. قال: إلا كان عليهم ترة،
يعني كان عليهم يوم القيامة هذا المجلس سترة حسرة ونقص وتبع عليهم يوم القيامة. إذا قال في هذا الحديث فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فهذه الجملة تدل على أن عدم ذكر الله عز وجل في المجلس ذنب من الذنوب. في المثل في الحديث الأول ضرب لهم مثل السوء، قال قاموا كمثل جيفة حمار، وهنا قال إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، دل على أنه لا بد من ذكر الله عز وجل في المجلس، ولا يترك ذكر الله عز وجل ولو كان قليلا. ثم قال عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، رواه أبو داود. والترة كما ذكرنا أنها النقص والتبعة، النقص والتبعة، وذلك ينبغي علينا أن نذكر الله سبحانه وتعالى في مجالسنا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا اجتمعوا في مجلس إما أن يقرأ أحدهم القرآن ويستمع البقية، أو يتذكر أو يتذاكرون آية من القرآن، أو يتذكرون مسألة فرضية، أو يتذاكرون شيئا من دين الله سبحانه وتعالى ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي ينبغي علينا أن نشغل به أوقاتنا. ولذلك على المسلم أن يستغل الفرص خاصة في المجالس، إذا كان في هذا المجلس طالب علم أو عالم أو ممن لديه علم نافع، أن يستغل هذه الحالة وأن يوجه له مثلا سؤالا ثم يجيب هذا العالم أو هذا يعني طالب العلم بما ينفع الحاضرين، يعني يكون فاتح باب خير، يكون فاتحا لباب الخير. لا يشترط في ذكر الله أن يعني يقوم مذكر ويبدأ بالحمد لله والبسملة ويعني يلقي خطبة كاملة، لا ما يشترط، بل قد يمل الناس مثل هذه الطريقة في المجالس. ولكن يعني الإنسان الكيس الذي يكون هو باب الخير بأن يطرح سؤالا، يطرح مسألة ونحو هذا، فيشترك الجميع في الحديث ويشترك الجميع في الفائدة من دون أن يشعروا في الأصل أنها موعظة وذكر لله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك ينبغي للمسلم أن يحتسب، أن يحتسب سواء المذكر أو المذكر، يعني يحتسب هذه الساعات وهذه الدقائق طاعة لله سبحانه وتعالى حتى يفوز بالأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.